طيب تعالوا نبدأ. أول حاجة هنعمل، أنا عايزة أشيل فرخة أطلعها أسلقها، أنا عايزة أشبعها طعم حلو وهي بتتلج، طعم حلو وبحطها في الفريزر. فأنا جبت فرخة أو اتنين عايزة أشيلهم للسلق، بعمل إيه؟ بجيب بصلاية مبشورة وملح وفلفل، بصلاية وملح وفلفل، هاخد دي عصرة ليمونة، بص ليمونة كده عليها بس، بتبقى بتدي طعم للشوربة، والفراخ نفسها او الطيور اللي انا عاملاها كده بتبقى طعمها تحفه، حتى الحمام يا جماعه حلو قوي قوي. باخد بقى الفرخه كده بعد ما غسلتها كويس قوي قوي، يعني تغسليها كويس جدا، وابدا ان انا اديها البصليه المبشوره كده ومن جوه، حتى لو هحشيها بعد كده ما يجراش اي حاجه عادي، تمام. وحاولي ان انت تدخلي ما بين اللحم وما بين الجلد كده، عشان نخلي اللحم يشرب من البصلايه بالملح والفلفل. تيجي تسلقيها بقى طعم الشوربه حلو قوي وطعم الفراخ حلو قوي. انا احطها في الكيس بالشكل كده، تعملي كل الكميه بتاعتك بقى كده، عايزه تعملي فرخه اتنين تلاته زي ما انت عايزه بنفس الحكايه دي، وتروحي كده وشايلاها في الكيس في الفريزر. ده لو انا عايزاها للسلق، بتسليها سليمه ما بقطعهاش، للسلق بسيبها سليمه ماشي. طب حشوي اهو كده، بقطعها فراشه اللي هي باخدها من ظهرها واقسمها، اهي شايفين شكلها ايه كده. طيب تعالوا بقى تتبيله، احلى تتبيله للفراخ المشويه، احلى تتبيله للفراخ المشويه. هاخد البصل ده برضو وهو اللي انا عاملاه بالايه، الملح والفلفل، وهو ماشي. حط عصير ليمون، حط زبادي، ده بتخليها طريه وجميله جدا، يعني على الفرخه الواحده معلقتين كبار من الزبادي، مش كتير قوي. شويه بهارات، كمون، ملح وفلفل، دي كده احلى خلطه. طبعا انواع كتير حلوه جدا، بس دي الاساسيه، دي اللي بتوع الفراخ كلهم بيعتمدوها، النورمال الطبيعي جدا. ونيجي بقى نشبع الفرخه بالكلام ده كله، ناخد كده ونحط كده اهو. اقول حاجه مهمه تانية برضو، انت النهارده رحتي لبتاع الفراخ صح، وجبتي الفراخ اللي انت عايزاها، تبنا سواء للسلق او للشوي او اي حاجه، سيبيها لغايه تاني يوم في التلاجه، يعني يا اما هتشيليها لتاني يوم متبله، يعني لو انا دلوقتي ايه جبت الفراخ النهارده، يا اما هتبلها النهارده واروح احطها في التلاجه وتاني يوم احطها في الفريزر، يا اما طبعا ده الاحسن، يا اما بجيبها باخدها في بحطها في التلاجة وتاني يوم ابدا ان انا يعني اغسلها احطها في التلاجة وتاني يوم اتبلها واشيلها في الفريزر.